استغلها يا الحلاوي. فاعل هبه رياحك فاستغلها لغايه لحظه. الامور تسري كما تسري الحاله، فيجب عليك ان تسجل، يجب عليك ان تستغل هذا التقدم. وهنا محمود حيك الكابيتونو، جول 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 جول. الكابيتانو يستغل رياحه، يستغل تفوقه، ويستغل تعملق الحاله في مباراه اليوم. نعم 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 نعم، هدف مستحق ومستحق بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. الحاله تقدم، الحاله استحوذ على الكره، والان الحاله يسجل ويفتتح نتيجه المباراه. هدف ياتي باقدام الكابيتانو، تشوف الكره الماضيه اتت لمحمود، كنترول هيها، راوغ في الاولى، وبعد ذلك انطلق وصوب الكره قويه لتخترق الشباك ولتتجاوز حارس المرمى فايز الرشيدي ولتعلن عن هدف الاول الحلاوي في هذه المباراه. نعم نعم نعم، هدف مستحق بكل ما تعنيه الكلمه، هدف جميلا استحق بكل تاكيد. ولكن قد يندم المنامه، قد يندم المنامه، قد يندم المنامه، وقد يفرح الحال الآن. نعم يفرح الحال الآن، جالو بالهدف الثاني يجعل المنامة يعاني، يضيع المنامة هنا، إلا ويأتي الرد سريعا من الحالة في الجهة الأخرى. الهدف الثاني يأتي الآن سريعا، الهدف الثاني يأتي الآن بإذن يكون التقدم لمصلحة نادي الحالة. أي أداء حلاوي في هذه المباراة، أي انطلاقة حلاوية في هذا الموسم. الحالة يعود بأمجاده من جديد، نعم الحالة يعود بأمجاده من جديد، فترة جديدة في تاريخ نادي الحالة تعود ذكريات زمان. هنا الكرة الماضية تأتي بالهدف الثاني، هنا جالو الذي سجل الهدف الثاني، هنا تأتي الآن الحالة الذي يقترب من أجمل الأمام. قبل أن تبعد الكرة وتعود من جديد لأحمد موسى، يكسب الكرة أحمد، العرضية تلعب والرأسية خطيرة داخل منطقة الجزاء. جول 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 جول. المنامة لم يستسلم، المنامة لم يسلم الراية البيضاء بعد، المنامة يقاتل بأقدام الختال، المنامة يعود بالمباراة من جديد، ما زال المنامة يقاتل، ما زال المنامة يحاول، والمنامة الآن يسجل هدف التقليص النتيجة.